قمة مشتركة بين الرئيسين التركي والامريكي في واشنطن توافق تركي امريكي على مكافحه الارهاب وتعزيز العلاقات الثنائيه اردوغان ترامب يبذل جهدا كبيرا لحل المشاكل مع تركيا ترامب يعلن رفع قيمه التبادل التجاري مع تركيا الى 100 مليار دولار زياره الرئيس التركي الى الولايات المتحده هل توطد العلاقه بين البلدين في استوديو التاسعه مع علاء الصالح. أكد المتحدث باسم الرئاسه التركيه ابراهيم قالن أن زياره الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن أحبطت توقعات حدوث أزمة أو خلاف وقال إن زياره أردوغان إلى واشنطن والتي جرت على أرضية احترام الحقوق السياديه والتفاوض والحوار المبني على معلومات احبطت توقعات حدوث خلاف بين البلدين فماذا عن نتائج وتداعيات هذه الزياره وهل يمكن ان نقول بان العلاقات التركيه الامريكيه قد دخلت مرحله جديده اهلا بكم في استديو التاسعه عليكم ورحمه الله دكتور يوسف كاتب اهلا ومرحبا ضيفا عزيزا كالعاده في السد التاسعه الله. ما فيك تلحق عليه لرئيس اردوغان كان بواشنطن ما بتحس ولا صار عم يحضر ماتش فوتبول بين عم تلعب في تركيا في في اسطنبول ما هو العنوان المتعلق بزياره اردوغان الى واشنطن وقمه ترامب اردوغان زياره تاريخيه بحكمة ودبلوماسية تؤدي إلى نتائج إيجابية وجولات مكاسب سياسية إضافية أها آه أفصل في هذا العنوان الكبير معكم ومع المشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور يوسف كاتب اوغلو، نبدا معه الحوار والنقاش في موضوعنا لهذه الليله في استديو التاسعه بعد متابعه التقرير التالي. ملفات مختلفه نوقشت بين الرئيسين التركي والامريكي خلال قمه جمعتهما في واشنطن. اهمها مكافحه الارهاب وكذلك الملف السوري. وتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي ان الاجتماع مع ترامب كان مثمرا وساهم في تعميق العلاقات بين البلدين. واوضح اردوغان انه اتفق مع نظيره الامريكي على المضي قدما في مكافحة جميع التنظيمات الارهابيه وبخاصة تنظيم داعش. لافتا الى ان الاجتماع ناقش ايضا قضيه المعتقلين من عناصر التنظيم الارهابي الموجودين في تركيا وقال الرئيس التركي ان الاجتماع ناقش ايضا ما يتعلق بالمزاعم الارمينيه داعيا كل دول العالم والمنظمات الدوليه للاطلاع على الارشيف التركي الذي يتم فتحه امام العالم كله، ولفت الى ان قضيتي منظومه اس 400 الصاروخيه ومقاتلات اف 35 طرحت على طاوله النقاش، وابدى استعداد بلاده للحصول على منظومه باتريوت الدفاعيه الامريكيه. واوضح ان تركيا ملتزمه بالاتفاق مع الولايات المتحده من اجل ايجاد حل مستدام للازمه السوريه من جانبه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تركيا حليف رائع في حلف الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحده الامريكيه مشيرا الى انه اجرى مباحثات بناءه مع نظيره التركي واوضح ان تركيا انفقت على اللاجئين 40 مليار دولار واوروبا ساهمت بثلاثه مليارات دولار فقط واشار الى انه طلب من وزير خارجيته وكذلك مستشار الامن القومي العمل من اجل حل قضيه منظومه اس 400 الروسيه وشجع ترامب تركيا على فتح اسواقها امام البضائع الامريكيه وطلب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى زياده قيمه التبادل التجاري بين البلدين من 20 الى 100 مليار دولار اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وبضيفنا دكتور يوسف يوسف كاتب اوغلو الكاتب والمحلل السياسي دكتور يوسف الزياره تمت البعض راهن على ان لا تتم او على ان تكون مدخلا لازمه جديده بين واشنطن وانقره أن تتم زيارة أردوغان زيارة تمت ليومين والتقى دونالد ترامب ماذا يعني هذا الأمر مجرد إتمام الزيارة مساء الخير تحياتي لكم للسادة المشاهدين إذا أردنا أن نخوض ونحلل في تفاصيل هذه الزياره الزياره يجب ان نقف بدايه عند كل مرحله من مراحلها هذه الزياره اتوقع بانها كانت ناجحه بكل المعايير والمقاييس من الناحيه السياسيه والدبلوماسيه تركيا أتوقع بأنها أعطت درسا في كيفية التعامل في فن السياسة والتعامل مع الدول مثل أمريكا ومثل ترامب تحديدا تركيا يا سيدي عندما أعطت مؤشرات قوية الزيارة هذه من منذ البداية كان هناك من يراهن على فشلها من العر... الإعلام الغربي حتى بعض الإعلام التركي من المعارضة هناك من يقول كيف يذهب أردوغان وهو إلى من أرسل له خطاب فيه يعني أسلوب خارج عن الأدب أردوغان ذهب ولقن ترامب ولقن السياسة الأمريكية درسا في الدبلوماسية نبدأ نفند في التفاصيل وجدنا أن في بداية اللقاء كيف ترامب كان حريص تماما على أن يعامل تركيا معاملة الند بالند المعاملة بالمثل الاحترام المتبادل كان زادها حتى زادها يعني حتى هنالك بالغ في الثناء وفي المديح بالغ في قضية استرضاء او محاوله كسب الود الى طريقه كانت لفتت الجميع في الصحافه الغربيه في المانيا يقول لك يعني كيف يقول رئيس مثل امريكا انه حيران باردوغان بانه معجب الى حد انه يعني جدا الى حد كبير جدا وهو شخص عظيم وهو شخص كذا يعني طب هو هذا مجرد كلام او له دلالات؟ له دلالات يا سيدي دلالات كبيره جدا يريد اردوغان آآ آآ ترامب في هذا الخطاب ان 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 يعطي رساله مسبقه للعالم الذي كان يشاهد هذه يشاهد هذا اللقاء بانها ستنجح بان هذه قمه ايجابيه هو بحاجه ان يكون ترميم للعلاقات التي هي شهدت توتر كثير وشد وجذب فرد أن يستبق الأمور وأن يطر الجو وأن يكسب بالتركيا وهو يعلم بأن أردوغان ليس بالإنسان السهل ويعلم بأنه يعني تعرضت العلاقات في آخر مرحلة إلى نوع من الهزات العنيفة خصوصا بعد قرار الكونغرس في قضية مزاعم إبادة الأرمن خصوصا في قضية أن هناك عقوبات بدأ التلويح بها من قبل الكونغرس خصوصا من الخطاب الذي بس يقولون لك مأزوم يخفف عن مأزوم ليس كذلك ترامب مأزوم داخليا وأردوغان قال مأزوم داخليا بالعكس وجدنا خطاب أردوغان والرسالة التي سلمت لم يكن فيها أي تنازل كان هنالك وضوح رؤية تحقيق الأهداف تحديد الأهداف المطالب واضحة كان هنالك لقاء مختصر ولكنه مفيد كان هنالك تحديد للنقاط المطلوبة وإبداء الرأي بل حتى أكثر من ذلك نجح أردوان في أن يقنع ليس إترام في أن يقنع أيضا جراهام المسؤول عن عن جراهام عضو الكونغرس عضو الكونغرس والذي علق العمل بتطبيق القرار في موضوع المزاعم الإبادة وقال أنا استمعت إلى أردوان وأقنعني بأن هذا ليس شأن السياسيين ويجب علينا أن لا نخوض في الماضي وعلينا أن ننظر إلى المستقبل وتحسين العلاقات وهذا بيننا. تحول كبير وهذا تحول كبير هذا يعطيك دلالات كيف تأثير السياسة والحوار والأسلوب لا مأزوم مع مأزوم وإنما عبارة عن نصر دبلوماسي ونصر سياسي بين قادة كبار أردوغان أثبت أنه قائد لدولة كبرى وأنه أنه فرض احترامه وفرض أهمية حديثه وفرض إقناعه وتغيير الرأي السياسي على الأقل عند قمة الهرم السياسي في أمريكا طب هذا كلام مهم دكتور يوسف وسأتي إلى الملفات التي نوقشت لكن أيضا من حيث الشكل وهذه الملاحظة التي ذكرتها قبيل المؤتمر الصحفي ترامب أثنى وشكر ومدح بأردوغان وكرر هذه العبارات مرارا وتكرارا بعدين قال لي أردوغان تفضل بالكلام، فرد الرئيس أردوغان أنه بعد قليل سنكون في مؤتمر صحفي وسأتحدث بما فيه الكفاية، واختصروا أنهى الموضوع. هذا أنا أسميه قمة الذكاء في الدبلوماسية، الاسترضاء وإعطاء المديح والإفاضة في قضية إعطاء كلمات لأردوغان، لم تثني أردوغان عن هدفه الأساسي ألا وهو بأنه جاء بموقف وهذا الموقف لا يمكن إعطاء توزيع كلمات ثناء هنا وهناك أو مجاملات إلا بعد المؤتمر إلا بعد اللقاء الثنائي وبعد الوصول إلى إما توافقات وتفاهمات أو عدم من ذلك بناء عليه سيكون ردي كان أسلوبه وكان خطابه وطريقة التعامل مع المديح الذي جاء من ترامب كان درسا يلقن لجميع السياسيين مع أنه ترامب دكتور هو الشخص الذي يحب دائما أن يظهر أمام الإعلاميين بالمتفوق كان حتى بلغة الجسد ببعض الكلمات ببعض الإيحاءات حتى أنه ينفر كثيرا من زائريه من الرؤساء دعني أقول لك كلمة مهمة جدا لأول مرة من تابع ترامب يعلم تماما بأن ترامب يتميز باستخدام لغة الجسد بشكل واضح خصوصا عند المصافحة عنده قضية المصافحة يصافح خصمه بقوة ويضغط ويسحبه إلى طرفه لاحظ دقق في هذه المعاملة مع أردوان لم, لم يضغط إنما كان بهذه الطريقة لغة الجسد كانت هي عبارة عن لغة فيها نوع من التودد ونوع من ليس النديه وليس نوع من الفوقيه كما هو تعود مع الاخرين، يا سيدي مثل يقول عز نفسك تجدها عندما تكون هنالك انت عزيز النفس وعندما تكون قويا بشعبك وقويا بحكمك وعادلا في قراراتك وتدافع عن حق شعبك يحترمك حتى لو كان عدوك العدو يحترمك لأنك أنت على حق وبالتالي نظرة ترامب إلى تركيا وإلى إلى أردوغان نظرة احترام وتقدير ليس فقط مجاملات وليست مكاسب وإنما استرضاء لكي وهذه يحسب. النقطة أريد أن أختم بها قبل أن أذهب لمؤتمر أو جزء من المؤتمر الصحفي ربما يقول قال أنه أنتم الآن تبالغون يعني كل هذه الإشارات لتبيان أنه والله أردوغان ظهر كزعيم و كرئيس محترم لدى البيت الأبيض ولا ولدى ترامب هل هي القضية هكذا أو لا بالفعل في احترام اليوم تركيا فرضت احترامها على أمريكا يا سيدي لو لم تفرض احترامها لما دعيت الذي دعا هو ترامب تركيا لم تتهرول إلى أمريكا ترامب دعا وتمنى أن تلبي تركيا الدعوة وكان هناك تردد في هذا الموضوع وعندما جاء اردوغان راينا اردوغان تصرفه تصرفه كان لم لم يبادر بالثناء ويبادر بالاستحسان وانما كان واضح المعالم محدد الاهداف يدل على انه ذو عزه وانه جاء لاهداف محدده اذا ما تم تنفيذ طلبه سيبادر ايضا بالشكر والثناء لم يثني على ترامب ولم يشكر ترامب لم يقل له ادفع ولم يقل اي شيء يا سيدي احترام فُرض على امريكا شاء من شاء وابى من أبا انت عندما تكون دوله عادله وعندما تكون تبحث عن حقك سيحترمك وهذا ما كان كان من ترامب ان احترم اردوغان رغم كل ما حصل في الازمات الفائته من تهديدات بالعقوبات وغيرها وغيرها، اتوقع بان جوله سياسيه كسبتها تركيا مره اخرى في ارض الخصم في امريكا وامام ترامب واتوقع ان ترامب زاد احترامه اكثر تقديره لاردوغان ولتركيا لانها لم تتنازل ولم تسترضي امريكا وانما دافعت عن حق هو لها وكانت كان واضح المعالم عندما ندخل في التفاصيل نرى كيف تم التوافق على كثير من النقاط التي هي اصلا كانت نقاط تركيه. واضح يعني الذي تابع لقاء الرجلين في احترام واضح من قبل ترامب للرئيس اردوغان لشخصه ولما لما حقق على كل حال خلينا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي دكتور ونعلق على ما فيه تفضلوا مشاهدينا وانا اقدر كون تركيا تز... تزيد المساهمات الماليه لان ميزانيه الدفاعيه للناتو وهذا فوق 2% ما يعني أنهم يحترمون واجباتهم في إطار ميزانية الناتو فإن تركيا أيضا تساهم في مختلف المهامات للناتو هذا جزء من المؤتمر الصحفي الذي عقد بين ترامب وأردوغان دكتور يوسف ملفات عديدة التي ناقشها الرجلان ما هو أهم ملف أهم قضية تمت مناقشتها يعني الكثير من الملفات نعم تم مناقشتها ولكن ربما برأيي أنا الشخصي أنه أهم ملف تم مناقشته هو بان تركيا مستاءه من الخروقات وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم واللي بناء عليه الاتفاق او التفاهمات في موضوع انسحاب وحدات الشعب الكرديه التي تعتبر تركيا انها ارهابيه البي واي دي والواي بي جي من المناطق التي تم التوافق عليها، بالعكس ان هنالك عوده بعض الجنود الامريكيين الى تلك المناطق، دعم هذه الجهات عدم تسليم أسلحتهم يعني تحذيرات تركية قالت أن هذا الاتفاق أو تعليق العملية العسكرية على وشك أن ينهار وبالتالي تحذير حقيقي وجاد بأنه يجب أن لا نعود إلى الوراء يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر أكثر من 17 خرقا تم لوقف إطلاق النار أو لتعليق هذه العملية العسكرية القوات التركية موجودة على الأرض إذا ما استمرت هذه الأمور بهذه الطريقة فهذا سيؤدي إلى أن تستمر العملية العسكرية ونعود مرة أخرى إلى المربع الأول وأن ضمن هذا السياق تم أيضا التحذير بأنه لا يليق بأمريكا أن ترسل خطاب دعوة لرئيس منظمات إرهابية الذي يدعي اسم مظلوم كوباني وهو بالأدلة وبالتقارير وبالملفات التي تثبت بأنه كان المعاون او احد حراس عبد الله اوجلان رئيس البيكاكا وانه مسؤول عن قضايا اغتيالات عده بشهاده السي اي اي والتقارير السي اي الامريكيه قال اردوغان سلمت بيدي ملفات هذا الارهابي هذا لا ارهابي لا يليق بدولة مثل أمريكا أن ترسل له دعوة وأن تستقدمه وأن تقول عنه أنه هذا جنرال أو زعيم لفئة معينة هذا بالنسبة للنقطة الاساسيه لكن حتى في هذه القضيه ترامب هرب من سؤال لاحدى الصحفيات سالته عن لقائه بهؤلاء القاده قاده الميليشيات الانفصاليه، تهرب من السؤال، جاوبها عن متانه العلاقه مع تركيا وعن الاسلحه الامريكيه وجوده الاسلحه الامريكيه. اتوقع انه كان ذكي بانه يريد ترامب ان لا يدخل في النقاط الخلافيه وان لا يعكر الجو منذ البدايه واراد ان تبقى الاجواء ايجابيه كانت هذه الاسئله قبل المؤتمر الصحفي وليس بعد المؤتمر الصحفي وبالتالي هو اراد بدايه ان يكون هنالك جو ايجابي ثم بعد المؤتمر الصحفي يتم الإجابة على جميع الأسئلة وهذا كان نعم يؤكد بأنه أراد تهرب من ما يمكن أن يحرجه أمام المشاهدين أو أمام سواء كان الرأي العام الأمريكي في الداخل أو حتى في الخارج هذا ذكاء سياسي استخدمه لكي يكون هنالك نوع من التوتر وهنالك من كان يراهن على فشل اللقاء السياسي الدبلوماسي بين ترامب وبين اردوغان وخاصه الاعلام الامريكي اخذ موقف ضد ترامب يريد تاكيد يجب عزله ليش البعض كان عم يراهن على الفشل بخصوص مثلا صفقه الاس 400 وملف التعاطي مع قادة الميليشيات الكردية لا هذا بالضبط يا سيدي الذي كان يراهن على فشل هذا الموضوع يريد أن تكون هنالك الأزمة مستمرة وهذه الأزمة مستمرة تفيد هؤلاء الذين يتربصون بتركيا عندما تتكلم عن الأزمة مع أمريكا معناها أزمة اقتصادية على تركيا معناها ارتفاع الفوائد انخفاض قيمة الليرة التركية عدم استقرار سياسي توتر على الحدود هذا هو ما يتم تخطيطه لتركيا الهدف هي تركيا وليس تحديدا العلاقات التركية الأمريكية أما أن يكون هناك توافقات وتفاهمات وأن يكون هناك استقرار ورسائل مطمئنة مم. و... نعم هذا عن نتائج أنا قصدت بسؤال أنه البعض راهن على الفشل لأسباب معينة نعم هي هذه الأسباب كل ما له علاقة بالضرر على تركيا هم يريدوا أن يكون مم. هذه النتائج دائما موجودة استبقوا الأحداث هنالك من المعارضة التركية مثل كل الشرق قال يعني اعاده الرساله التي ارسلها ترامب فقط كاعادتها له هذا لا يليق برئيس تركيا كان عليه ان يلقيها في وجهه هذا احد التصريحات التي قال في الصحافه التركيه هذا هذه ليست سياسه وليست دبلوماسيه هذه خلق ازمات لا تكون السياسه ولا يتم التعاطي بهذه الطريقه التركي اردوان عندما ذهب الى هناك لقن الجميع درسا في السياسه لكن دكتور واضح بان الملفات العالقه تبدو ما زالت عالقة نعم لأن تقول أن تم تصفية كل الأمور هنالك ملفات عالقة من أهم هذه الملفات فتح الله جولان الرئيس المنظمة الإرهابية أيضا أردوان طالب بأن يكون هناك تسليم للإرهابي رئيس المنظمة الإرهابية المسؤول عن الانقلاب الفاشل محاولة الانقلاب الفاشل واستشهاد 251 شهيد و2193 جريح قالها أردوان سلمناهم أيضا ملفات عن فتح الله جولان الذي يحظى بكل حماية في امريكا في منطقه في بنسلفينيا 400 دونم تحت حمايه السي اي اي وتحت حمايه الحكومه الامريكيه، نحن نريد هذا الشخص طالما سلمناهم المطلوبين من الامريكان في تركيا عليهم ان يسلمونا ايضا المطلوبين من الاتراك في أمريكا وبالتالي آه هذا من ضمن الملفات ما تزال عالقة الأمور ولم يتم التوصل إلى التفاهم نهائي أيضا من ضمن الملفات التي هي عالقة ولم, ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي هي قضية تسليح البي واي دي والواي بي جي ما تزال هناك تسليح يعني ترامب سحب جنوده إلى أين يقول لك نحن لحماية النفط كلا ليس لحماية النفط من أجل حماية سرقة النفط الذي يتم من خلال البي واي دي والواي بي جي وقصد ويتم تمويلهم من قبل النفط السوري وبالتالي هذا الملف بقي عالقا تركيا تطالب بقوه ان لا يكون هناك تسليح لهذه المنظمات الارهابيه، لا يكفي انسحابها، لا يكفي تسليم اسلحتها، يجب ان لا يكون هناك تسليح باستخدام النفط السوري وباستخدام المصادر الموجوده. من ضمن الملفات العالقه ايضا ملف الصناعات العسكريه الدفاعيه، نتكلم تركيا تقول اس 400 موضوع انتهى. لا داعي للنقاش واكد هذا الامر رئيس الوزراء نعم اكد خلال عودته الى تركيا خلال هذا الموضوع انه لا يمكن لتركيا ان تتخلى عن صفقه الاس 400 في شهر 12 سيتم تشغيل المنظومه يا سيدي في شهر 12 بعد شهر من الان نحن في شهر نوفمبر في شهر ديسمبر سيتم تشغيل منظومه اس 400 تم استلامها بالكامل الان يتم التدريب عليها ولكن تركيا قالت لامريكا نحن جاهزون لنشتري باتريوت اذا اردتم ان يكون تعاون عسكري بيننا او اذا تحتجون بان اس 400 لا تتوافق مع منظومه الناتو في في التكامل وهذه عباره عن حجج غير صحيحه قال لنحيل الموضوع الى خبراء واذا اردنا نحن جاهزون اذا وافقتم نشتري باتريوت نحن منعنا من شراء باتريوت فاتجهنا الى اس 400 ايضا لما يتم التوافق على اف 35 اف 35 مشروع استراتيجي وتركيا هي تصنع اجهزه حساسه الصواريخ الموجوده في اف 35 صناعه تركيه وبالتالي تركيا اكدت طلبها ترامب برد مفاجئ قال اف 35 ستكون في مامن اذا ما كانت تركيا شريك معنا في بس طيب دكتور عفوا هذه ملفات كبرى اذا لم يتم التوافق عليها يعني شو كانت زياره علاقات عامه بالعكس يا سيدي لا تقول ذلك الزيارة أعطت أهمية قصوى في ملفين أساسيين الملف الأول أنا لم أكمل حسب الأهمية الملف الأول هو في مكافحة الإرهاب الأمن القومي التركي أولوية قصوى يا سيدي أه. الأمن القومي التركي كيف عندما تكون هنالك منطقة آمنة وهي سبب الأساسي في نبع السلام لماذا هنالك عملية عسكرية لأن هنالك تهديد عسكري على الحدود بي دي واي بي جي من الممول الرئيسي من الداعم الرئيسي أمريكا أمريكا عندما رفضت أن يكون هنالك تخلي عن دعمه لهؤلاء قامت العملية العسكرية أمريكا قالت أوقف العملية العسكرية ونلتزم بثلاثة عشر بندا الآن جاءت تركيا وتقول لأمريكا لم يتم الالتزام كما يجب عليكم أن تلتزموا كما يجب وإلا ستراوح العملية العسكرية وتستأنف من حيث وقفت هذا تم التوصل إليه أمريكا قالت نعم سنلتزم مرة أخرى ونؤمن المنطقة الآمنة هذا مكسب حقيقي محاربة الإرهاب الأمن القومي التركي النقطة الثانية ما بعد ذلك المنطقة بس الأمنة. هون يعني إعادة تجديد ما تم الاتفاق به مع نائب رئيس الأمريكي مايك بنس حين زار أنقرة مؤخرا نعم هذا هو المكسب الحقيقي لأنه تهربوا من الاتفاق لا هم الآن تركيا وصلتها واضحة إما أن يتم الانسحاب هذا إنذار هذه عبارة عن إعطاء إنذار إلى أمريكا أو إعطاء يعني توضيح بأن تركيا القوات التركية لن تنتظر إلى الأبد الآن بس اليوم عندك قاعدة عسكرية روسية بالقامش اللي صار يعني إيه؟ الروس عم يلعبوا بطريقة أخرى هذا أيضا الفراغ الفراغ يجب ملؤه بأي إذا ما تقاعست أحد الدول تأتي روسيا وتستغل هذا الفراغ لكن دعني أركز على هذه الجملة تركيا نجحت في أن يكون هنالك إعطاء رسالة إلى أمريكا عليك إما أن تقوم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وإلا سنقوم بإكمال العملية العسكرية أمريكا قالت نحن سنضغط على شركائنا أو حلفائنا أو المجموعات الكردية بالالتزام هذا ما تريد تركيا على الأقل سياسيا ودبلوماسيا النقطة الثانية هي تجهيز المنطقة الآمنة تأهيل المنطقة الآمنة كيفية بناء المنطقة الآمنة يجب أن لا تبقى حبر على ورق وبالتالي تم التفاهم والتوافق وترامب أيضا أعطى حمل الأوروبيين مسؤولية نعم قال على أيضا على أوروبا أن تتحمل وعلى الجميع أن يتحمل دعم طلب أردوغان بأنه على هذا مطلب دولي كيفية إنشاء المنطقة الآمنة 25 مليار دولار يلزم لبنية تحتية وبنية فوقية هذه لا تركيا ليست لها علاقة بذلك يكفي ما قدمته تركيا حتى الآن تسع سنوات وأربعين مليار دولار ذكر رقم 40 مليار دولار نعم هذا هو الرقم وهذا الرقم الكل يسأل أخي كيف وين هذا المبلغ صرف إلى الآن منذ ثمان سنوات الرعاية الطبية الضيوف السوريون يعاملون كالأتراك في المشافي الحكومية الرعاية التعليمية يستطيع السوري أن يعلم أولاده خليني أسألك إيه؟ إذن أين أنفقت تركيا 40 مليار دولار على الضيوف السوريين؟ أنفقتها يا سيدي في تأمين لا نتكلم عن المخيمات لا نتكلم عن الذين تم إيواؤهم في المخيمات الجنوبية وكانت عددها 28 مخيم الآن تقلص العدد إلى تقريبا 22 أو 21 مخيم في الجنوب و326 ألف ضيف أو سوري في تلك المخيمات نتكلم عن 3 مليون و650 ألف نسمة أه تسعة أعشارهم أو تسعين في المئة هم خارج المخيمات هؤلاء يعتبروا كضيوف ما مع معنى ضيف معناه أنه يقدم له الخدمات الضرورية من تعليم من صحة من أمن من أحوال مدنية كل ما يلزم تقدم له بالمجان لكنها عليها تكلفة فهذه التكلفة على مدى 8 سنوات يعني فأنت سنويا 5 مليار دولار يكلفك هذا الأمر تتكلم عن رقم ليس بالسهل يعني تتكلم عن دولة صغيره بعدد سكان تقريبا 4 مليون او 3 مليون ونصف هذا العبء حملته تركيا لوحدها وهذا الرقم ألا يكثر من معارضي أردوغان في الداخل دكتور يوسف؟ هذا أهم سبب أن هنالك تراجع في شعبية الحزب في, في تركيا بسبب أن الكثير من دافع الضرائب من القوميين ومن الـ 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 اليمينيين ومن المعارضة ومن الجمهوريين يرون أنه يجب أن لا يكون ذلك على حساب ضرائبهم يجب أن يكون هناك طب والخلاصه صوابية هذا الأمر؟ بالاستمرار على نفس السياسة كل تأكيد هذه سياسة دولة لا تراجع عن ذلك السياسة لا تغيير فيها هنالك استمرار بل أكثر من ذلك حتى لو جاءت على حساب الحزب الحاكم ليس على حساب الحزب الحاكم يا سيدي هناك توازنات الآن يتم إعطاء توازنات معينة ولا وبالتالي من ضمن هذه التوازنات هذه المدن التي يجب أن تؤسس في المناطق الآمنة منطقة آمنة ومدن للسوريين يعودوا إليها لمن أراد أن يعود وليس تهجير قصري ولكن يجب ان يكون هناك حل جذري الحل ليس بتوطين هؤلاء في بلد اخر وتفريغ المدن وتغيير ديمغرافي لمجموعات ارهابيه تدعي انها اصحاب هذه المناطق لا يمكن السماح بمجيء هذه المجموعات التي هي تدعي بانها اصحاب المناطق الشماليه من بجد 93% عرب راس راس ابيض راس العين وتل ابيض 100% عرب، الرقه 100% عرب، دير الزور اكثر من 95% عرب، التهجير الذي حصل ممنهج لتهجير هؤلاء واستبدالهم بمن ياتي من وراء الجبال ويدعوا انهم هم اصحاب هذه الرئيس تكلم عن احتمال عوده مليون مواطن سوري الى الرقه ودير الزور. هذا ما تسعت له تركيا يا سيدي ولكن لا يمكن أن يعودوا إذا لم يكن هناك منطقة آمنة وبالتالي الفيلم هو القضية السيناريو متكامل يجب بداية إخراج المجموعات الإرهابية تطهيرها من إبعادها من المناطق التي يزعم أنها ستكون مناطق بعد لقاء أردوغان ترامب ما هو مصير المنطقة الآمنة؟ اتوقع بان امريكا وعد تماما بانها يجب ان تنفذ ما اتفقت عليه السياسه الامريكيه يا سيدي دائما سياسه مزدوجه دائما لا لا يمكن الوثوق بها تتكلم شيء على الارض تفعل شيء اخر عهدناه منذ اوباما لا نستطيع ان نقول بان ما تم الاتفاق عليه سيطبق تماما على ارض الواقع ولكن هذه مرحله سيتم مراقبتها وهذا كان ايضا تصريح اردوغان عندما عاد من السفر قال نحن سنراقب عن كثب كل ما تم الحديث عنه يعني التطبيق هو الأصل وهو الأساس إذا وهذا متوقع أن تقوم أمريكا بتطبيق ما تم الاتفاق عليه إذا كانت حريصة على أن لا تخسر تركيا نقطة مهمة جدا دعني أخبرك عنها في أنه في قضية المنطقة الآمنة وعودة السوريين والمدن التي ستبنى بميزانيات دولية تركيا ستطالب بأن يكون بناء هذه المدن أيضا من عوائد البترول أمريكا لماذا تتصرف البترول السوري؟ من وكلها أن تتصرف بالبترول السوري؟ من طالب منها أن تحمي البترول السوري؟ هذا البترول ليس بترول أمريكي، لماذا هي تقول أنا موجود لحماية البترول؟ حمايته من من؟ هي تريد أن يكون هذا المصدر التمويلي لدعم الاكراد ودعم المجموعات المسلحه الكرديه الارهابيه وهو بالاساس حق الشعب السوري وهذا حق الشعب السوري في كان المال. يخفيه نظام الاسد طلع الشمال السوري عائم على بحيره من نفط وهذا ما الان تركيا تدعو له تدعو الان تركيا بان يتم استخدام البترول السوري لانشاء المدن السوريه لي... ليوزع على السوريون الذين يعودوا الى مناطقهم لانشاء البن... البنيه التحتيه والفوقيه باشراف دولي او أومي. بس ترامب عانوا على هذا النفط يا سيدي الكل عينه على الخيرات التر... السورية روسيا حتى تركيا تركيا هي الوحيدة التي تقول للجميع أنا أريد فقط شيئان الأمن القومي التركي أنا الوحيد لدي حدود مشتركة هل أمريكا روسيا إيران لدي حدود مشتركة كلا يا سيدي الأمن التركي مهدد الـ الـ الإرهابيين هم يدعمون في داخل تركيا ويقومون بتفجيرات داخل تركيا والهدف تقسيم تركيا وأن يكون هناك دولة كردية داخل تركيا أيضا هذا لن تسمح به تركيا والعين الأخرى لتركيا أن يكون حل مشكلة الضيوف السوريين المهجرون أكبر دولة في العالم الآن تئن تحت وطأة هذا العبء هي تركيا أعطني أمريكا كم, كم, ضيف سوري... كم لاجئ استقبلت روسيا إيران لذلك لا يمكن الحديث عن اي مطامع تركيه في المنطقه بقدر ما يكمل الحديث عن مدى معاناه تركيا مما يحدث في الملف السوري. اذا و... للذي يريد ان يقارن بين تركيا وغيرها من الدول كايران وكروسيا وامريكا عليه ان يعرف كيف يقارن. بكل تاكيد لا يمكن المقارنه ولو كان, ولو كان ذلك لكانت تركيا اغلقت الحدود مثل مثل كل دول اوروبا تراهم عبء. ولا ولا تتحمل شيء وتنهب الخيرات وتاتي بس واللي بزايد على تركيا هنا انه محتل وطامعه وتريد السيطره والى اخره يا سيدي كل من يقول هؤلاء مع الاسف هو يعني لا يميز بين الصديق والعدو يعني لا يميز بين الخبيث وبين الطيب تركيا قبل ان تكون هناك ازمه مع سوريا كانت العلاقات التركيه السوريه في اعلى المستويات في 2006 و2007 وكانت تقارب وكانت الفوائد مشتركه تركيا هي الان تعاني من ما يحدث يحصل الان في الملف السوري تريد تركيا تعيش حقيقة ماساه السوريين هي هي تدعم الشعب السوري ولذلك تعاقب، لماذا يتم شيطان تركيا يا سيدي؟ لماذا يتم شيطنه اردوغان؟ لماذا الاعلام الخليجي والعربي والاوروبي يقول لك هذا الغزو، لماذا الجامعه العربيه اجتمعت عندما بدات نبع السلام ولم تجتمع عند عندما يحدث الان من قصف للفلسطينيين وقصف للدول الاخرى، يا سيدي هذه الازدواجيه الان انكشفت، الجميع ان يعلم بان تركيا ليست دوله عدوة دولة صديقة للشعوب هذه الازدواجية وضعتها تركيا خلفها أم ما زالت تؤثر عليها؟ لا تؤثر عليها تركيا ماضية في تحقق ما تريده من أن يكون هنالك كيفية مصر مشروع الأمة وكيفية استداد الحقوق لهذه الأمة حتى وأدخل... بالنسبة للعلاقة مع تركيا في قاعدة وضعها الرئيس أردوغان مهمة خلينا نشوف هذا المقطع سريعا عن دكتور لو سمحت بنا. ونعلق عليه تفضلوا المشاهدين ترك <applause>

ثم ختم بموضوع الاستقلال أنه بموضوع الاستقلال يعني ما في لعب يا سيدي القضية هي ليست الآن بدأت القضية بدأت هي الآن بدأ اللعب على المكشوف منذ إفشال الانقلاب الفاشل في 15 تموز بس مين اللي بده يخرب العلاقة بين أمريكا وتركيا؟ واضح تماما بأن هنالك من هو مستاء من ارتفاع أو من صعود النموذج التركي الذي أصبح الآن نموذج يطالب به أو تطالب به الشعوب العربية في المنطقة، وبالتالي بعض الكثير من الدول التي تدعي بأنها دول هي ديمقراطية أو دول إسلامية أو دول دينية، وخاصة بعض دول الخليج ترى أنها تصطاد غضبا من النموذج التركي وتستعدي تركيا و ايضا الان تهاجم تركيا بشيء عنيف جدا حتى امريكا واوروبا لا يهاجمون بهذه الطريقه يعني يكونون اقل ممتعضه هذه العواصم من استقبال ترامب لرئيس اردوغان جدا وهم هم لا يريدون ذلك يريدون العكس تماما يريد ان يكون هنالك معاقبه من قبل امريكا لتركيا، يكون هنالك ازمات في تركيا، انهيار النموذج الاردوغان الناجح في تركيا، انهيار اقتصادي سياسي، افشال، هذا ما يطمنهم، لماذا؟ لانهم خائفون على كراسيهم، هم يرون انهم الحل هم الامثل، هم عندهم كل الامكانيات ولكن لا يحظوا بما حظت به تركيا طويت هذه الصفحه، تركيا تجيد اللعب بين موسكو وواشنطن؟ نعم تركيا الان تجيد اللعب بذكاء ولكن الموضوع لم ينتهي بعد لم تطوى الصفحه بالمطلق هنالك الكثير من الامور العالقه ادلب من احد اهم هذه الامور غرب الفرات ايضا يجب ان يكون سنتحدث ربما لاحقا عن منطقه امنه رابعه في منطقه ادلب الموضوع هنا بين التجاذب بين العلاقات التركيه الروسيه والتركيه الامريكيه في هذا الملف هنالك بعض الـ الحديث في الكواليس السياسه الداخليه التركيه تقول يجب التحرك ايضا من اجل ادلب بس العلاقه سياسة. مضطرده هنا يعني اذا تحسنت العلاقه مثلا مع واشنطن هل من الضروره ان ان تسوء مع موسكو؟ ليس بالضروره كلا راينا ذلك بان كل من واشنطن وموسكو هم هم الطرفان مباشره الذين استخدم الفيتو في عدم ادانه تركيا في مجلس الامن الدولي، الكل يتسارع الان لارضاء تركيا او لكسب تركيا او على الاقل لكي لا يخسر تركيا، وبالتالي ليس بالضروره ان تكون على حساب الطرف الاخر، هذا هو الذكاء مع معادلة صعبة هذه تحافظ عليها بكل تأكيد هي عبارة عن معادلة كمن يمشي في حقل الغام وأن يجب الحذر الشديد ومراعاة المكاسب والمصالح التوازن الإقليمي والاستراتيجي هو مهم وهذا يعطيك مدى ابداع القائد مدى ابداع اردوغان في هذا في هذا الموضوع واشار الى التضحيه بالرؤوس يعني استخدم هذه الجمله انه نحن نقدم رؤوسنا ولا نحنيها هنا هذه رسالة أشكرك أنك ذكرت هذه الجملة هنا يجب التعقيب على شيء مهم جدا أراده أردوغان أن يقول له وهو أننا نحن أحفاد إمبراطورية والإمبراطوريات هذه عمرها 2200 عام نحن سلالة نحن نحن من سلالة دول عظيمة فتركيا هي دولة عظيمة. نحن أحفاد عبد الحميد ومحمد الفاتح. و و و, و... 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 أرسلان وغير ذلك، وبالتالي هذه الدولة العظيمة التي كانت إمبراطورية لا يمكن أن تغير مبادئها، ما هي المبادئ الأساسية؟ مفهوم الأمة، المفهوم بأنه لا يمكن أن ننحني مهما كان إذا كان الموضوع يتعلق بالوطن ويتعلق بوحدة أراضينا ووحدة شعبنا. والمفهوم الثالث والأهم بأن تركيا هي تريد أن تقول رسالة واحدة للعالم أجمع نحن لا يمكن أن نأتي ولا تجدي معنا سياسة التهديدات التعامل المتبادل الاحترام المتبادل المصالح المتبادلة والمصالح المشتركة هي ديدا هذه الأمة وبالتالي من أراد أن يعمل معنا فممكن أن يعمل معنا بهذه التوازنات أما من يهددنا بالتزازات جميل. وهذه الابتزازات لا ليس لها اي قيمه قبل ان اذهب لتغريده وتعليق خلاصه هذا اللقاء بين اردوغان وترامب نعم، هنالك الكثير من الملفات وربما خلاصته أنه كان لقاء ناجحا على جميع الأصعدة، تكلمنا عن بعض أهم الملفات اقتصاديا شو؟ من أهم الملفات أيضا هو اعطاء نتائج إيجابية، التأكيد على رفع التبادل التجاري، مباشرة موديس أعلنت برفع التصنيف الائتماني لتركيا وتوقعاتها بأن الاقتصاد التركي يشهد تحسنا سريعا وتوقعاتها عبوضا عن نمو بتحس كأنه موديس ياخذوا اتصالات من البيت الابيض مسيسة طلع بيطلع نزل بنزل مسيس يا سيدي مسيس يعني واضح تماما وهذا فضيحه لهم يعني التسييس في مؤسسات اقتصاديه هذا هذا ديدا امريكا العلاقات على الاقتصاديه والتجاريه وحتى الصناعات الدفاعيه ستكون اقوى ستشهد تحسنا ملحوظا سيكون هذا قوي وبالتالي الخطه وصول 100 مليار خمس اضعاف ال الحاليه اتوقع انها ستحقق او ستتحقق مع مرور الزمن وسينعكس ايجابيا على التبادل البيني بين تركيا وبين امريكا، دعم التجاره البينيه والعلاقات الثنائيه في الصراعات العسكريه ايضا ستحصل على نتائج ايجابيه. بدي اسالك سؤال بس تحاول يعني باختصار مع انه بده حلقه يمكن، البعض بحكي لك انه الان على اساس انه والله امريكا عدوه الاسلام والمسلمين وتشن حروبا على المنطقه وعلى شعوبها وتدعم الكيان الاسرائيلي الى اخره، وتركيا هي ناصرة المستضعفين وناصرة الاسلام والمسلمين والان هذا التحالف والتقارب والتطوير في العلاقات، طيب كيف هيك؟ آه هذا السؤال يعني سؤال عميق جدا وهذا السؤال بحاجه الى وقت لكن دعني الخصه في جملتين، الجمله الاولى يا سيدي نحن نعيش في هذا الكوكب في هذا العالم وهنالك منظومات دوليه انت تتبعها المؤمن فطر كيس وهو يجب ان يكون ذكيا ودبلوماسيا ويعرف كيف يستطيع ان ينال ما يريده عبر جميع القنوات اما دبلوماسيا وسياسيا واما بالقوه فليس بالضروره كل شيء بالقوه وليس كل شيء بالضروره ان يكون بالدبلوماسيه والسياسه التواصل مع هؤلاء ضروره حتميه الاستعداء ليس هو من بالضروره ان يكون هو يعطي نتائج ايجابيه القضية السياسة والدبلوماسية هو فن الممكن ماذا يمكن الوصول إليه يتم المحاولة الوصول إليه أما إذا كنت على حق وكان هناك غصب لهذا الحق فعليك أن تدافع عن هذا الحق بكل القوى ومن أهم هذه القوى وربما آخرها هي القوى العسكرية العلاقات بين تركيا وأمريكا هذه العلاقات ستدر نتائج إيجابية للمسلمين وتدر نتائج إيجابية للمنطقة ونتائج إيجابية للأمة ولتركيا أيضا فلا ضير من ذلك ويجب أن يكون هذا الموضوع أما قضية أن أعلن الحرب على أمريكا لأن أمريكا لديها ملفات على في ضد الأمة الإسلامية وهنا وهناك فهذا ليس بكلام منطقي وليس بكلام حكيم ولا كلام يستطيع ان يؤدي نتائج ايجابيه عندما تكون قويا تفرض ما تريد ولكن عندما تكون انت الان تستعد لكي تكون قويا عليك ان تستمر في الاستعداد القوي عندما تصل تركيا الى مرحله الاستغناء الكامل عسكريا اقتصاديا وايضا على مستوى الامه وان تكون من ضمن الدول الفاعله صانعه القرار في الامم المتحده من عالم اكبر من خمس دول كما قال اردوغان ساعتها تستطيع ان تفيد اكثر هذا ما تسعى اليه تركيا تركيا لا تستبق ولا تحرق المراحل آه. علينا ان نكون هنالك فطنين وان نكون هنالك نوع من الذكاء السياسي الذي لا يتم حرق المراحل به ويتم هدم ما تم بناؤه المشي بخطى ثابته وان كانت بطيئه في الطريق الصحيح خير من الهروله وان تكتشف انك في الطريق الخطا. نذهب لتغريده وتعليق نختم بتغريده لوجد وقفي معكم مشاهدينا ومع دكتور يوسف تقول السناتور الجمهوري لينسي جراهام عرقل تقرير مشروع قرار داخل مجلس الشيوخ يعترف رسميا بما يسمى باباده الارمن في تركيا. 1915 جراهام كان من بين خمسة أعضاء من الكونغرس دعاهم أمس الرئيس ترامب للقاء الرئيس أردوغان الذي وبحسب مصدر مطلع لقن الحضور درسا في التاريخ هذه من أهم نتائج الزيارة يا سيدي عندما تكون أنت حاضرا وتكون أنت صاحب حجة قوية ومتمكنا تستطيع أن تغير الكثير من صناع القرار أمام خصمك وبالتالي للمقاطعة ولا العدوانيه تعطيك نتائج ايجابيه هذه اسهل وهذه ربما هي مفاتيح التغيير ان تملك المفتاح وتغير خير من تحاول ان تكسر الباب لكي تقتحمه وبالتالي هذه سر نجاح السياسه التركيه مع امريكا شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور يوسف كاتب اغلو شرفتنا الموضوع كبير ملفات عديده تحتاج الى وقت دائما صحيح. معك اكثر ونستانس شكرا. بوجودك على كل حال لنا فرصه اخرى باذن الله شكرا لكم شكرا, شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه في امان الله